عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام الفضلاء، سائل كريم يسأل بالنسبة إلى هذا الاستيكر يضعونه على المصاحف: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد ما علم الله وملء ما علم الله وزنة ما علم الله وأحصى. أولا بالنسبة للأخطاء في هذه، بالنسبة صلي هكذا ليست صحيحة، إنما هو بالجزم صاد ولام فقط وتحتها كسرة. وأيضا سيدنا محمد لا تصح في الصلاة الإبراهيمية، وقال أهل العلم إنها بدعة، وقال الشيخ ابن عثيمين: من قال في الصلاة تبطل صلاته. إنما هي كما علمنا النبي، علمنا الصلاة عليه لماذا؟ حتى ننجو من هذه البدع الكثيرة الآن. سبحان الله، قالوا: يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية: في العالمين إنك حميد مجيد. وفي رواية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، إلى آخره. ولذلك ابن القيم ألف كتابا شائقا رائقا ماتعا وسمى جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، جمع في أكثر من 600 حديث وأثر وزيادة، وصح منها وحكم على غيرها بالضعف. فهذا الأمر أيها الكرام الفضلاء، يعني نريد أن ننجو من مثل هذا. الأمر الآخر لما يقول لك عدد ما علم الله، سبحان الله، الله عز وجل العليم تبارك وهو السميع العليم. ولذلك قال الإمام ابن عابدين الحنفي في كتابه الماتع رد المحتار، قال: تنبيه لينظر في أنه يقال: اللهم صل على محمد، عدد علمك وحلمك ومنتهى رحمتك وعدد كلماتك وعدد كمال الله ونحو ذلك، فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم، ولا سيما مثل عدد ما أحاط به علمك ووسعه سمعك وعدد كلماتك. قال: إذ لا منتهى لعلمه ولا لرحمته ولا لكلماته تعالى، ولفظة عدد ونحوها توهم خلاف ذلك. إذن فينتهى عن مثل هذه الألفاظ أيها الكرام الفضلاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محذرا أنه يأتي أقوام يعتدون في الدعاء، سبحان الله، مثل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الذي حذر منه أيضا عبد الله بن مغفل ابنه لما قال: يا بني قل: اللهم إني أسألك الجنة، لما قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين العرش في الجنة، فقال: يا بني سأل أهل الجنة وتعوذ من النار، إن النبي يقول: سيأتي أقوم يعتدون في الدعاء والطهور. فنحذر ذلك يا إخواني، ونلزم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. فكما قال أهل العلم وكما قال شيخ الإسلام: فكلماته عليه الصلاة والسلام فيها الأجر وفيها البركة، لأن الله زكى سمعه ونطقه، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في عشية يوم الجمعة 14 خلونا من شهر الله الحرام المحرم الأصم العام 41 و400 فهجة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي رحمة واسعة، وأخي عادل، واشفي أخي خالدا، واحفظ والدتي بحفظك، فعن هذا والبلاء بركني، وربي أولادي رب العالمين، أسألك فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك إلا أن تغفر لي ولولدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله عليه محمد وصحبه وسلم. تم الكلام رب المحمود، له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا حق قبل ولا خلف دعوانا الحمد لله رب العالمين.